جزاك الله خير شيخنا. وهذا السؤال 19 من المغرب، يقول السائل: هل للمبتدع إذا تاب من بدعته أن يأتي بشروط التوبة؟ وهل شروط التوبة من البدعة كالتوبة من المعصية؟ وهل نقبل توبة المبتدع بدون أن يأتي بالشرط؟ وخصوصا أننا سمعنا بعض طلبة العلم المتصدرين يقول بأنه يكفي التوبة بدون شروط هكذا أطلق، هل هذا صحيح؟ هذا الإطلاق ليس بالصحيح، والتوبة من البدعة كالتوبة من المعصية، لكن هنا إن كانت المعصية سواء بدعة أو غيرها جهرية يجب أن يتوب إلى الله جهرا ويبين أنه كان مخطئا. نعم، خصوصا إذا كانت هذه البدعة قد دعا إليها، حرض عليها وأغرى بها. وشروط التوبة كما قلت لكم، شروط البدعة التوبة من البدعة هي شروط التوبة من المعصية، فلا بد فيها إذن من إصلاح حاله والبيان، بيان الحق الذي كان كتمه أو حرفه. نعم.